حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والصحفي فراس ديبي. أستاذ فراس، يعني تقدم لقوات النظام شرق حلب ووسط أحاديث عن إمكانية تسليم المدينة، برأيك ما السيناريو القادم؟ السيناريو القادم حاليا، وهو السيناريو الأكثر تداولا، هو إصرار النظام على إكمال سيطرته على باقي المناطق المحاصرة في حلب، وسط إصرار من الثوار على البقاء في هذه الأحياء. هناك وجهة نظر من الفصائل المقاتلة أن البقاء في هذه الأحياء والصمود فيها، القدرة عليه أعلى بكثير من الصمود في الأحياء التي خسرتها فصائل الثورة. لذلك الطروحات الآن من الثوار هي مبدئيا هدنة لخمسة أيام، إخلاء الحالات المرضية المستعجلة جدا وتقدر ب500 حالة، ثم المفاوضات حول وضع المدينة. سبق للروس أن طرحوا مبادرة تقضي بسحب المقاتلين الأجانب من كافة الأطراف ووضع حلب المحررة تحت إدارة مجلس المدينة الثوري، ويعمل معه الأجهزة الخدمية للنظام، ودخول شرطة النظام والعمل مع الشرطة الحرة داخل الأحياء المحررة. لكن إيران والنظام لم يوافقوا على هذا الطرح، لأن أكثر من ثلاثة أرباع القوى المقاتلة الآن على الجبهات في صف النظام هي قوى غريبة دخيلة، ميليشيات طائفية شيعية عراقية وأفغانية وباكستانية وإيرانية ولبنانية. نحن حتى الآن أعداد الأسرى والقتلى في صفوف القوات المهاجمة المعادية بمعظمها، إن لم نقم بأكملها، هي ليست عناصر سورية. العناصر المهاجمة بأغلبها عناصر أفغانية وعناصر عراقية وباكستانية. اليوم على جبهة حي الإذاعة تعرضت مجموعة من القوى المعادية لكمين من قبل الثوار. فوجئنا أن كافة القتلى هم من عناصر حزب الله اللبناني الإيراني. نعم، ولكن يعني ما حظوظ الثوار على ضوء هذه المعطيات؟ تقول أن أجانب وليس سوريين هم من يشنون الحملة على الجزء الشرقي من مدينة حلب، ميليشيات تابعة لقوات النظام، أليس حظوظ الثوار أكثر؟ القدرة العسكرية على الصمود حاليا في الأحياء المتبقية هي لصالح الثوار، لكن المشكلة الكبرى هي الوضع الإنساني. نحن نتحدث عن أكثر من 200,000 مدني تم حصرهم في منطقة مساحتها تقريبا 8 كيلومترات مربعة، مما يجعل عدد الضحايا في القصف أعلى بكثير، وما يشكل عبء إنساني من ناحية تأمين الخدمات وعوامل الحياة الأساسية لهؤلاء المدنيين، عبء كبيرا جدا. صمدت دارية 4.5 سنوات، لكن كان عدد سكان دارية الصامدين داخل المدينة 4,000 فقط. نحن نتحدث الآن عن 200,000. لذلك عوامل الصمود الإنسانية لدينا للأسف ضعيفة جدا في ظل هذا الوضع، وبعد أن خسرنا مساحات كبيرة. عسكريا قدرة الثوار أعلى بكثير على الصمود. طبيعة الأحياء الصامدة الآن تختلف كثيرا عن طبيعة الأحياء التي خسرناها لصالح قوى الاحتلال الإيراني التي تدخل وتدنس أحياء حلب المحررة. نعم. بالتأكيد
الآن هناك تقدم سيتم للنظام في عدة أحياء من وخاصة في أحياء حلب القديمة، سيكون هناك تقدم للنظام كونها أحياء متداخلة ولا يمكن صد الهجمات فيها بشكل مريح. لكن من بعد عند وصول هذه القوات إلى حدود حي الصالحين ستختلف طبيعة المعركة تماما. الهجمات الشرسة التي يشنها النظام على جبهة الشيخ سعيد أو جبهة سيف الدولة أو جبهة الإذاعة هي هجمات أقصى بكثير ما تعرضت له مساكن هنانو على سبيل المثال. لكن صمود الثوار في هذه الجبهات وتنظيم الفصائل الموجود هو أقدر بكثير على الصمود وصلت الصورة لأسابيع وأسابيع وشهور. شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي فراس ديبه.